اهلا بحضراتكم من جديد. الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس في ضيافه الاهلي الليله كالعاده يوم الثلاث. مساء الفل. مساء الفل يا كابتن عبد الحميد، وسعيد ان انا موجود معاك. عندك تاخير دقيقتين. ماشي حقيقي. الاخبار الحمد لله تمام، كله تمام زي الفل. اتاخرت ليه بقى؟ قول لي كنت فين. كنت في المؤتمر الصحفي لماراثون زايد الخيري اللي هيتعمل السنه دي في مدينه السويس، وكل سنه بيتعمل في مدينه معينه. السنه فاتت كانت في الاسماعيليه، اللي قبلها كان في الاقصر، وكل سنه بيتم العائد المالي من الماراثون بيروح لهيئه معينه. السنه دي رايح لاستكمال بناء معهد الاورام الجديد اللي بيتعمل في مدينه الشيخ زايد. الحقيقه حاجه جميله جدا، والاخوه الاماراتيين زي ما عودونا طول الوقت بيقدموا خير كتير قوي للاسر المحتاجه، وكان حاجه لطيفه حضرها الدكتور اشرف صبحي الاستاذ عارف العواني رئيس مجلس الوزراء الرياضي، وناس كتير قوي. بس انا طبعا لان ما حضرتش المؤتمر لاخره، انت عارف الطريق الدائري دي ممكن تقضي نص عمرك على الطريق الدائري وانت جاي من التجمع. هتقول لي انا بقيت 3 ايام تقريبا. يعني شعري ابيض وانا على الطريق. طريق الله يكون في عونك الصراحه. ربنا يخليك. كان في اقبال صحفي على الحدث. كان في ايه؟ اقبال صحفي، يعني اقبال طبعا في صحفيين كتير. وفي قنوات فضائيه كتير، وهو الحقيقه كل سنه بيحظى بتغطيه اعلاميه كبيره، وهو حدث مهم على المستوى الرياضي وعلى المستوى المعنوي للناس اللي العائد بتاعها بيروح لها بعد كده. تمام. انت كنت جاي متحمس عايز تعرف نتيجه الاهلي والزمالك في كره السله. عرفت؟ انا سمعت في الراديو، كان لحد فاضل دقيقتين من الكوارتر الثالث، الاهلي كان متقدم 56-41. يا مسهل يا رب. يا مسهل. الماتش بيتلعب في صاله النادي الاهلي بدون جمهور، اتمنى ان الماتش يكمل للاخر كده يعني باذن الله. ان شاء الله. ما هو يعني ان شاء الله باذن الله نبارك لبعض كده. ان شاء الله يعني قولوا لنا النتيجه يا جماعه كده عشان نبارك للناس ان شاء الله. يعني عندنا محاور كتير النهارده. عايز تبدا من مباراه الامس؟ زي ما انت عايز. اهلي والاتحاد، الفوز الثامن ما شاء الله على التوالي، العلامه الكامله 24 نقطه، تصدر الدوري بعد ما كان المقاولين متصدره اعتقد 24 ساعه. لا، المقاولين تصدر لمده 30 دقيقه. الماتش خلص الساعه 7:30، الماتش بدا، فخلاص الاهلي تصدر على طول. تمام، ما كده انت مركز معايا. ماشي. قول لي عايز. والمقصه خلص خلاص، لسه بيقولوا له 2-2. النهارده المباراتين خلصوا 2-2، اسوان وطنطا. المقصه ومصر 2-2. المقصه كان متاخر في الشوط الاول 1-0، نادي مصر تقدم ضرب الجزاء، وبعدين المقصه تقدم 2-1 عن طريق اوكف مرماه وميدو جابر، وبعدين رضا الويشي في الدقيقه 90 احرز هدف تعادل لنادي مصر. طب تعالى قبل ما ندخل في الاهلي والاتحاد، تعالى نتكلم بسرعه عن اسوان وطنطا. النهارده كانت ظاهره غريبه جدا، الاثنين مديرين فنيين موقفين بره الملعب اصلا. لا، وتوقفوا قبل الماتش بساعه، يعني حاجه غريبه جدا. القرار جالهم؟ قرارات لجنه الانضباط صدرت الصبح النهارده. فانت يعني عارف ان النهارده في مباريات، وعارف ان النهارده في مدربين هيلعبوا، فالمدرب يروح معلش ولا كابتن انت موقوف، يعني معلش فرصه اخرى. فالحقيقه طبعا، بس طبعا هم قالوا ان حصل استثناء، وقالوا للكابتن مجدي عبد العاطي انه ممكن لو عايز، لان القرار صدر متاخر، فلو عايز تلعب الماتش الجاي الايقافي والماتش الجاي اوكي، لو عايز تلعب الماتش ده يبقى اوكي، وادوا له فتره سماح يعني. بجد؟ شحن كارت ب 30 وادوا له فتره سماح. لا بجد الحقيقه يعني يعني قررت النهارده الحقيقه يعني ايه. طبعا احنا كلنا قعدنا طبعا على كلمه توبيخ، وهي توبيخ موجوده في لائحه الفيفا. انا لسه كنت بقولها على فكره. وضحتها للساده المشاهدين، موجوده في لائحه يعني الفيفا، وان كلمه توبيخ يعني توجيه اللوم بالظبط، وبعدم تكرار انتقاد الحكام بالظبط. فالفكره احنا بالزبط. بس هو كان عشان الـ 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 المصطلح جديد علينا، فاحنا قعدنا كتير نتكلم على كلمه توبيخ، ولا توبيخ توبيخ لا، بس هي المصطلح موجود في لائحه الفيفا، هم حبوا ياخدوا المصطلح زي ما هو من لائحه الفيفا، فاتقال زي ما هو توبيخ. ولكن فكره الايقاف، ايقاف القرار بتاع ايقاف رئيس نادي الزمالك، هو ايقاف ثلاث مباريات. ثلاث مباريات في ايه؟ يعني هو ايقاف منعه من ممارسه كره القدم، نشاط كره القدم لمده ثلاث مباريات. هل ثلاث مباريات في الدوري العام ولا ثلاث مباريات على المستوى العام؟ الموضوع مش موضح العقوبه ايه، فاتمنى من لجنه الانضباط بعد كده لما تصدر عقوبه تبقى عقوبه تفصيليه عشان نبقى عارفين العقوبه فين، يعني هل مباريات الدوري ولا مباريات الناشئين ولا عشان نبقى عارفين الدنيا
ماشيه زي، لانه فكره في العموم ثلاث مباريات ممكن يبقوا ثلاث مباريات في الناشئين، ثلاث مباريات خماسي، ثلاث مباريات. فالفكره انه القرار مش باين هل هو ليه علاقه بمباراه الدوري بس او ايه. والله يا استاذ احمد انا ما بحبش اتكلم في النقطه دي خالص. طيب انا طيب تحت امرك في اي حاجه نتكلم عشان بس نبقى لا انا بس كان من فكره القرار نفسه ما تركز يوضحوه يعني. لا ما تركز في الحاجات دي، خلينا نتكلم في الحاجات المفيده. الحاجات المفيده اسوان وطنطا زي ما قلت لحضرتك النهارده، اسوان كان تقدم واحد، طنطا تعادلت، اسوان تقدم تاني، طنطا تعادلت. تحس ان طنطا عامله شكل مختلف في السنه دي. الحقيقه ان كل فرق الدوري عاملين شكل، يعني الحقيقه انه لما بتلاقي طنطا في الاسبوع الماضي مع المقصه بيبقى متقدم واحد، والمقصه بيتعادل ضربه جزاء غير صحيحه، وطنطا بيقدم مباراه رائعه، النهارده بيقدم مباراه رائعه برده قدام اسوان. اسوان طول الوقت برده بيعمل مباريات، هنتكلم عليهم طبعا، عن مباراه هايله، وتعادل مع كابتن مجدي عبد العاطي، عادل بيرمتز. مع بيراميدز 2-2. الحقيقه كل الفرق بتلعب كوره حلوه، يعني الحقيقه انه اللي يبسطك في الدوري انه اولا فروق النقط قليله جدا. لو بصيت على الجدول هتلاقي ثلاث نقط يعني النهارده يعني اسوان في المركز ال 18، طنطا في المركز العاشر، اربع نقاط. لا النهارده اف سي مصر والمصر المقصه بيلعبوا 8 و7 بقوا 9 و8. بالظبط، يعني ده زاد نقطه وده زاد نقطه، وهتلاقي في 14 نقطه الزمالك، 14 نقطه الانتاج، 14 نقطه الاسماعيلي، 13 سموحه. يعني هتلاقي الدوري قريب قوي، ماتش بيقلب الجدول تماما. والزمالك عنده 14 نقطه بس ليه مباراتين مؤجلتين. ما هو بيلعب دلوقتي مع الانتاج، عنده مباراه واحده عنده، بيلعب دلوقتي مع الانتاج، والانتاج 14 نقطه بيلعب مع الزمالك. الاسماعيلي امبارح 14 ما حقق نتيجه سلبيه، اتغلب. فالدوري قريب، يعني ماتش تلاقي الدنيا اللي فوق بقى تحت والتحت بقى فوق، ما عدا الاهلي. هو بس الاهلي وورا الاتحاد والاسماعيلي، الاتحاد اسف والمقاولين هم اللي طالعين شويه فوق، انما بقيه فرق الدوري مباراه واحده تغير شكل جدول الدوري تماما، وده ممتع جدا. ولو في جماهير فعلا الدوري هيبقى ممتع جدا. اكيد اكيد. الكوارتر الثالث انتهى فعلا 63-50 النادي الاهلي، 13 نقطه. بالظبط. ان شاء الله ان شاء الله كده تنتهي المباراه على خير باذن الله. نتكلم برضو عن المقصه ومصر. المقصه ومصر الشوط الاول كان نادي شايف مصر. شايف المقصه ازاي؟ شايفها ازاي؟ هل هم عن يعني الحقيقه انه الامكانيات اللعيبه اللي موجوده، يعني عندهم مجموعه موسيز، عندهم بونفوافي، عندهم بيكي. شفت ضربه الجزاء؟ انت شفت ضربه الجزاء جابها ازاي؟ لا ما اتفرجتش. موسيز عندهم من نص ملعب نادي مصر زق الكوره وخدها قبل المدافع في ال 18، فالمدافع عمل معاه ضربه جزاء. لا موسيز وجابر قوه بدنيه خارقه، مجموعه ممتازه من النجوم. يعني عنده 10 لعيبه في الحته الهجوميه دي يلعبوا في اي نادي، يعني كلهم نجوم كبار. الحقيقه سوء توفيق، وزي ما يعني واضح ان كميه ميدو مش راكبه مع المقصه، لان نتائج الحقيقه 9 نقط من 10 مباريات على المجموعة النجوم اللي موجودين مع المقصة، وعلى السكواد الكبير والنجوم الكتيرة اللي المقصة اشتراها السنة دي، اعتقد اقل في كل ماتش. وده ما اعتقدش انه هيرضي طموح ادارة المقصة في الفترة اللي جاية، واعتقد انه ممكن نلاقي قرار في خلال ساعات، يعني الا لو قرروا بقى ينتظروا مباراة الاهلي. من المفارقات الغريبة، يعني كنت عارف الصحفيين عندي على الفيسبوك فببقى متابعهم جدا، يعني في ناس متابعني طبعا انت حبيبي، انت عارف مش عايزين نقول بقى قدام الناس كده. فقريت مقاله كده، مش مقاله، حد كاتب ستاتس كده يقول لك اتحاد الكوره قبل ما يختار المدير الفني لمنتخب مصر كان بيقول ان هو بيختار بمقاييس عالميه او احترافيه، حاجه كده يعني في المعنى ده. زميلنا احمد عبد الباسط، فقال لك احمد عبد الباسط ماشي، فقال لك الاربع مديرين فنيين اللي اختاروا من الاتحاد المصري التاسع والعاشر وال11 لكره القدم اللي هو كابتن حسام حسن مع 13 نادي نقطه بالظبط مع نادي سموحه 13 نقطه، كابتن ايهاب جلال 7 نقط، كابتن احمد حسام ميدو كان 8 نقط لما عباس كتب البوست، كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري كان قاعد في مقصوره النادي الاهلي بعد ما احنا قلنا هنا الاسبوع اللي فات، لما قلت كابتن حسام البدري ليه ما بيحضرش مباريات، كابتن حسام البدري ما ينفعش يشوف التقارير. فالحمد لله تكرم وقرر انه يحضر مباريات بعد تصريحات اعتقد ان هي شبه كارثيه. يعني الحقيقه انا لو هتكلم هنا في قناه النادي الاهلي هدافع على لعيبه النادي الاهلي، يعني انا بتكلم لعيبه مصر كلها هدافع عنها، ولكن هختص لعيبه النادي الاهلي، لان السؤال كان واضح
من كابتن سيف لكابتن حسام. معلش انا هخرج بقى في الموضوع ونروح. احنا خلي بالك في سؤال ليك عن القصه دي. طالما رحنا للمدير الفني لمنتخب مصر فنفتح الموضوع. كان سؤال بدري كابتن سيف قال له مش مطمن لمركز حراسه المرمى، فقال له مش مطمن المراكز كلها. فنروح لمركز حراسه المرمى اللي السؤال كان عليه واللي كابتن حسام البدري قال بعده ان انا مش مطمن المراكز كلها. انت عندك حارس بيأدي افضل موسم ليه تقريبا من فتره طويله، محمد الشناوي. هو اتكلم على محمد الشناوي تحديدا؟ لا، هو السؤال كان على حراسه المرمى، يعني كابتن سيف بيقول له مش مطمن لحراسه المرمى، فالمركز حراسه المرمى قال مش مطمن المراكز كلها. غريبه جدا. فالحقيقه انه مركز حراسه المرمى بالذات انت عندك حارس المرمى الاساسي لمنتخب مصر بيأدي موسم رائع، وحارس المرمى الاساسي لمنتخب مصر في المباراتين اللي انت لعبتهم رسميتين انقذك من كاس العالم، عامل حاجه. لا، في ماتشين كينيا وجزر القمر حمش ناوم ادي اداء رائع، يعني في ماتش كينيا في الشوط الاول شايل 3 4 انفرادات كامله. فالحقيقه ان انت يا كابتن حسام، وبعدين فكره ان انا مش مطمن للمراكز كلها، طب انا اللعيبه يعني بيبقى رد فعلها ايه يا استاذ احمد لما بتسمع ما دي. هو الحقيقه ان لما تكون عندك فرقه زي فرقه النادي الاهلي، حسين الشحات بيقدم موسم رائع، رمضان صبحي بيقدم موسم رائع، مجدي قفشه بيقدم موسم رائع، السوليه بيقدم موسم رائع، فتحي بيقدم موسم رائع، محمد هاني بيقدم موسم رائع، متولي لو ما يرجع من الاصابه، محمد ربيع. الشناوي، رامي ربيع، يعني اداء رائع. فرقه عامله 8 فوز متتالي، عامله نتائج رائعه على كل المستويات. ازاي تقرر بمنتهى البساطه تقول ان هم ما عملوش حاجه، ان انا مش مطمن يعني كابتن حسام؟ طب بعيد عن اللعيبه المحليين كلهم، هل انت مش مطمن لمركز محمد صلاح؟ يعني محمد صلاح اللعيب المصري او اللعيب اللي خلاص يعني بقى العالمي، اللي هو من التوب 5 في العالم، ده في كل الاختيارات، محمد يا الرابع يا الخامس يا الثالث في كل الاختيارات. انت مش مطمن لمركز المهاجم عندك وانت عندك محمد صلاح وتريزيجيه؟ يعني بأي منطق كابتن حسام قرر يقول ده؟ وبأي منطق قررت يا كابتن حسام تشيل يعني عايز تقول اهو انتوا لو اتغلبتوا انا ماليش دعوه؟ لا طبعا. وبعدين انت قلت اصل التوقف الطويل هو اللي اضر بالمنتخب المصري، وعايز توقف. طب ما انت خدت توقف 55 يوم ما عملتش حاجه، وعايز توقف تاني ليه؟ يعني طب انت توقف تاني ليه ما انت عندك لا يعني حقيقه. كابتن حسام مع كل التقدير والاحترام ليه بيدور على مبررات قبل ما تحصل حاجه، وبعدين دي مشكله كبيره جدا طبعا. وبعدين يا كابتن حسام انت قلت انه انا ما فيش حد اتفرض عليا في الجهاز الفني لمنتخب مصر، يعني انت اخترت الجهاز بمزاجك. وبعدين طلعت قلت انا حاطط شرط في عقدي انه لو في حد من الجهاز عصبني من حق امشيه، يعني لو حد اتصل بيه الصبح بدري والكابتن حسام صحي على صوت التليفون وهو نايم متاخر ممكن يتضايق منه يمشيه. مفيش ده في الكوره. هو في كده فعلا في شرط كده؟ يعني ما هو الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه قالت مفيش الكلام ده. الحقيقه والحقيقه انه الجهاز الفني كله بقى مضين عقول، والحقيقه ان الجهاز اللي معايا هو جهاز مجموعه من الموهوبين والمحترمين الحقيقه. يعني الجهاز اللي معايا كابتن طارق مصطفى، كابتن احمد ايوب، كابتن سعد معوض، كابتن ايمن طاهر، بركات. محمد بركات، مجموعه الحقيقه كلها. هو عايز يغير مين؟ عايز يغير طارق مصطفى على حسب الكلام اللي بيتردد، عايز يغير طارق مصطفى. والحقيقه طارق من المدربين الواعدين. هو يجيب مين بقى؟ لا اعتقد انه كان عايز عارفين كل حاجه يستقر على الجهاز زي ما هو بدون طارق. فالحقيقه وبعدين يعني كابتن حسام البدري، انت عرفت طارق ازاي؟ يعني انتوا بتستشفوا الموضوع ولا هو طلع؟ لا هو في تلميحات من الجهاز، في تلميحات من بعض اعضاء الجهاز، في تلميحات من المتحدث الاعلامي، في تلميحات. مع ان طارق شخصيه محترمه جدا ومدرب كويس جدا. وبعدين انت كابتن حسام الناس نسيتك، يعني الناس نسيت حسام البدري، انتصارات المنتخب الاولمبي والنتائج اللي حققها المنتخب الاولمبي. وكان اتجه للشغل الاداري. يعني مش واخدين بالهم منك، هياخدوا بالهم منك في شهر مارس، اشتغل وظبط فرقتك وظبط حالك وخليك. يعني كابتن حسام قعد احنا دلوقتي لعبنا بعد عوده الدوري، بعد بطوله اندر 23 لعبنا تقريبا 4-5 ماتشات. كابتن حسام البدري اول مباراه يحضرها في الدوري اول امبارح ماتش الاهلي. يمكن كان مسافر او في اجازه. لا كان موجود بس والله. كان بيكتفي بالتقارير. طب ليه؟ معرفش. ما انا لما قلت الكلام ده هو برضو يعني خلينا انا اتكلم بالنيابه عنه، هو هيتابع النادي الاهلي ليه؟ هيتابع مثلا اصل النادي الاهلي معروف بتلعب كوره، بتلعب كوره يا ميدو. هل رؤيه اللعيب في الملعب زي رؤيه في التلفزيون؟ يعني انا بحاول اجيب لك مبررات. مفيش مبررات. انا طبعا انا لازم انا لما احنا فتحنا الموضوع وقلنا انه كابتن حسام البدري ما بيحضرش ليه؟ مباريات، حضر المباريات. يعني ده معناه انه كان بيعمل حاجه غلط، يعني هو بعناه ان اعترف ان كان في حاجه غلط بتحصل.
حقيقة يعني مش متفائل، ولكن برضو كل الدعم للكابتن حسام، لأنه شئنا أم أبينا هو المدير الفني للمنتخب المصري، فنتمنى أنه يخيب ظننا ويحقق نتائج تكون على قدر أمال وطموحات الجماهير المصرية، خاصة أنه فعلا عنده مجموعة كبيرة من اللاعبين الموهوبين، يعني عنده مجموعة المنتخب الأولمبي، عنده مجموعة المحترفين، عنده مجموعة الدوري المحلي، الحقيقة عنده قاعدة كبيرة جدا. يعني احنا بنقول الدوري قوي وفي لعيبة كويسة، وهو بيقول لا مفيش، يعني معرفش مش عارف جاب منين فين اللعيبه، مفيش لعيبه كويسه في الدوري. هو قال مفيش لعيبه كويسه في الدوري، هو معنى جمله مش مطمن لكل المراكز ده معناه ايه؟ ممكن يكون خانوا التعبير يعني ممكن كان عايز يقول. ما اعتقدش ان الكابتن حسام البدري متحدث لفظ جدا. الكابتن حسام البدري بيحسب كلامه. الكابتن حسام البدري من الناس اللي الكابتن حسام البدري قعد فتره طويله هو المتحدث الرسمي للجهاز الفني للنادي الاهلي في وجود مانويل جوزيه. فحسام البدري ما بيقولش حاجه غير ما يحسبها. ما اعتقدش ان خانوا التعبير ابدا. طب لانه حتى لو خانوا التعبير كان طلع صحح. طب ايه الهدف ان هو يقول كده؟ إيه انا مش مسؤول لو اي نتائج وحشه حصلت. ازاي؟ هو مين المسؤول؟ اللعيبه، اللي ما عندناش لعيبه. طب هنجيب لعيبه من فين؟ خلاص يعني خلاص يتغلبوا بقى، نعمل لكم ايه؟ لا ازاي بقى؟ طب احنا عندنا، امال الاهلي بيكسب ازاي؟ ما هو بيكسب بلعيبه مصريين. لا بالمحترفين بقى، هيقول علي معلول واجاييه واليو ديانج. طب احنا ممكن هو دي مبررات، ما هو خلاص حط مبررات. هو قرر يحط مبررات، طالما قرر يحط مبررات يبقى خلاص الموضوع انتهى. ممكن ناخد اليو ديانج او ازارو مثلا. لا اكيد خانوا التعبير، اكيد هو يعني ممكن يكون ندم. اتمنى لان كمان انت، انا كلاعب لما اسمع مدير فني بيقول عليا كده، يعني انا كشناوي مثلا ازاي؟ أنا بقول ولا يعني سلية يعني ولا كل مباريات الاهلي اللي لعبها في الدوري محمد الشناوي ليه بصمه فيها. هتلاقي في وسط الهجوم وفي وسط في كره كده بترد ممكن تعمل لك صداع، الشناوي بيلحق الكلام ده. يعني في ماتش الاسماعيلي في وسط ما الاهلي سيطر والدنيا، في كره كده فجاه بالدماغ بالهيد الشناوي شالها وكانت هتعقرب الماتش بدون داعي. بالظبط بايده الشمال. ماتش الحرس كره مشتركه وقعت، المهاجم شاطها، الشناوي بشماله شال. في وسط كل امبارح كورتين ثلاثه في الشوط الاول كانوا ممكن يكهربوا الماتش. فالشناوي عايش حاله من وعلى فكره فكره ان انت تبقى مركز وفرقتك ضغطه وهجمه بالمنظر ده وانت مركز انه هتجي لك فرصه، ماليش علاقه باللي بيحصل، ماليش علاقه باللي بيحصل. بالظبط بالظبط. فده الشناوي، ده اللاعب الكبير، الشناوي لاعب كبير، والشناوي الموسم ما شاء الله عليه، ما شاء الله حقيقه الحقيقه ربنا يحميه ويبارك له بقى، عشان هو كده الماتش المية اللي لعبه وكلين شيت السابع في الدوري السنه دي، ونتمنى انه يكمل على كده ان شاء الله ويفضل محافظ على السحر حراسه المرمى. ممكن الكابتن حسام بقى يكلم كل لعيب يقول له على فكره مش انت المقصود بالتصريح ده، هيكلم كل لازم يعمل كده. 25 في 18 مفر، نطلع الالحه نضرب 25 في 18 مفيش مفر، نجيب له خط يعني. احنا عموما بنتمنى له النجاح، لان لازم نتمنى له النجاح، مفيش في ايدينا حاجه. طبعا منتخب مصر بس يعني بس التصريحات عليها علامه استفهام بصراحه، ما ينفعش التصريحات مش عليها علامه استفهام يا كابتن حسام، ما ينفعش التصريحات كارثيه الحقيقه. الاهلي كسب امبارح 4 اهداف سيد البلد. فانا وانا قاعد بتفرج على الماتش كده قلت نهار اسود، اسف يا جماعه يعني سيد البلد، طب هيعمل معانا ايه احنا بقى؟ هيعمل معانا ايه؟ خلينا نكون واضحين. نتكلم عن الاتحاد الاول، الاتحاد عمل 45 دقيقه لحد الدقيقه 46. قلت الشوط الاول لحد الدقيقه 46 الشوط الاول لحد الكورنر اللي اتعمل 3 مرات، وبعدين غالبا هو اللي خلص الماتش. يعني الكورنر علي معلول عملها اول مره طلعت، عملها تاني مره طلعت، عملها التالته جول. انا وهو بيعمل التالته قلت التالته خلاص، التالته تبدا يعني طالما الكورنر مصمم. هي جول يعني فهتدخل. ده اللي نقل المباراه تماما. الاتحاد مش مقياس تماما نتيجه ماتش امبارح، لانه الاتحاد مقدم موسم رائع ومن افضل مواسمه ما شاء الله ما شاء الله. احنا اتكلمنا وانت قبل كده عن نادي الاتحاد والحاجات الاول كان اداؤه استقرار وكابتن طلعت الشوط الاول كان ادائهم رائع، كانوا الاخطر ولكن برضو اللعيبه واقف، لعيبه الاهلي واقفه على رجلها، ما تخضوش، قدروا يجيبوا جول في نهايه، وده اللي غير تماما شكل الشوط الثاني. يعني طبعا الكلام بقى على الجول، اصل الجول، اصل مش الجول. قبل الجول السوليه راح بانفراد وضايع، احمد شيخ راح بانفراد وضايع. فالحقيقه انه بدايات وبشار الشوط الثاني بتقول ان الاهلي خلاص هيخلص الماتش تمام، انه الدنيا اتغيرت وانه في حاجه حصلت في اوضه اللبس، انه في مدير فني، في مدير فني هو شغلانته ان هو بيغير، في زعيق حصل في اوضه اللبس جامد. يعني واضح انه في حاجه حصلت. الاهلي نازل من بدايه الشوط الثاني فريق مغاير تماما للشوط الاول. اوكي قفشه اتحرك كويس، اجايزه فاكر لما قلت لك
لما كان ماتش وقلت لي انت مدير فني كويس ما ينفعش ان قلت لك ما حدش ياخد باله يعني ما يصرحوش مع جاي امبارح مدافعين الاتحاد صرحوا مع جاي صرحوا مع جاي طول الوقت فكان فاكر انت بتقول لي اجري بينزل عشان يكمل قفشه يعني وكان رمضان او ايا كان وليد سنان ايا كان صرحوا مع جاي فخلاص الموضوع خلص يعني فالحقيقه الاختراقات من العمق امبارح كانت مرعبه في دفاع الاتحاد والاهلي اكتفى بالرباعيه والحقيقه برضه يعني انا نفسي كمشاهد وكاهلاوي وانا بتفرج على الماتش بعيد عن ان انا راجل بشتغل في الكوره تغيير احمد رفعت الحقيقه انا استغربتها يعني طول الوقت مصدر الخطوره على مرمى النادي الاهلي كان احمد رفعت انا كلموني والله انا حتى ابني قال لي احمد رفعت يخرج ازاي قلت له اكيد في حاجه يعني التغيير بره لا في حاجه لانه مصدر الخطوره هو اللي ناقل فرقه الاتحاد طول الوقت في نص ملعب الاهلي هو اللي عامل لك صداع عامل لك ازعاج بيعدي بيعمل عرضيات مرعبه يعني ففي حاجه مش كابتن طلعت مش مدرب صغير يعني اكيد في حاجه حصلت بره الكوره بره السياق انت بقى لعيب كوره وتعرف ده لانه التغييره دي تغييره بره الكوره بص احمد رفعت انا مرنته طيب قوي وحد يعني جميل جدا لكن احمد بيندمج في المباراه بطريقه غريبه جدا فهو اي كلمه ممكن بيستقبلها برد فعل غير طبيعي فممكن بياخد تعليمه ولا حاجه انا بتوقع ياخد تعليمات بتوقع كده لان هو كان عامل خطوره هو اللي عامل خطوره فعلا مفيش غيره هو الخطوره كان هو يعني فتغييره رايح دفاع الاهلي وكابتن طلعت من الشخصيات الحازمه جدا انت بخروج اول ما خرج احمد رفعت محمد هاني عمل الجول الثالث راح وعمل الجول الثالث فالحقيقه انه رايح النادي الاهلي تماما التغيير وفايلر مدرب كبير يعني كل مباراه بيثبت مدرب كبير حتى في المؤتمر الصحفي بيثبت المدرب كبير اداؤه في المؤتمر الصحفي انا معجب بيه جدا بيرد على الاسئله اللي هو عايز يرد عليها ما بيردش على الاسئله اللي ما ينفعش يرد عليها مخرج لعيبته تماما بره اطار الاسئله اي سؤال على اي لاعب ما بيجاوبش عليه او بيجاوب عليه بانه بيدافع عن اللاعب بتاعه حقيقه هو حاكم زي ما بيقولوا كده حاكم فرقته وحاميها من حاجات كتير قوي انا بدور لك على الورقه بتاعت اسف يعني بس عشان انا جالي دلوقتي بس حاجه كده في الاير بيس بدور لك على الورقه بتاعت العقوبات اللي اعلنها اتحاد الكوره العقوبات يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم المستشار سيد البنداري رئيس لجنه الانضباط اتحاد الكوره قال ان العقوبات التي تم اتخاذها عقوبات نهائيه يعني ما فيهاش كلام طيب السؤال بقى للاستاذ احمد عويس لو حد خالف العقوبات دي يعني مثلا مجدي عبد العاطي مثلا كان حاضر النهارده قاعد على الدكه ايه اللي بيحصل اللائحه ما فيهاش يعني انا اصدرت العقوبه وما فيهاش اللي لو ان العقوبه ما تنفذتش ايه اللي هيحصل بيقال انه العقوبه ستتضاعف يعني لو هو مجدي عبد العاطي موقوف مباراه وحضر عافيه فيبقى مباراتين اللي هو اختراق مباشر للقانون اللي هو يعني بطلع لساني يبقى مباراتين لو انا بقول طبعا مجدي عبد العاطي في منتهى الادب والاحترام بس عشان صاحبي انا بضرب بيه المثال عشان انا عارف ان انا بيني هو مجدي عبد العاطي يعني طول الوقت هو اللي بيتضرب بيه كل الامثله يعني برده حصل برده مره هزار كده بينه وبين الدكتور احمد عبد الله على فيسبوك وكانت موضوع لطيف جدا ومناوشات لطيفه وهزار بينه وبين احمد عبد الله وكان حديث الدنيا كلها فواضح ان مجدي عبد العاطي صديقنا العزيز هيبقى طول وقته هو طب ايه المشكله برضو لما انا يقول لي انت مش هتحضر وانا احضر يقول لي طب ادي لك ماتشين اروح احضر اربع ماتشات احضر ست ثمان ماتش 500 ماتش ايه الرادع بالنسبه لي؟ ما هو انا بقول لك لجنه الانضباط بقى اللي تتسال في ده انه ما فيش رادع انه ال 100,000 هيبقوا 200,000 وال 200,000 هيبقوا 400,000 400,000 هيبقوا ما هو محدش وتعالى خدهم مني بقى وتعالى خدهم مني فتشني فتش بجد والله العظيم ده حاجه اختراق واضح طبعا فالحقيقه وكل احترام بصراحه للقرارات لو يعني حد تجاوز وراح مثلا كسر الكلام خلينا نشوف لجنه الانضباط هتعمل ايه في اي تجاوز يحصل للقرارات وخلينا نعرف اللي جاي ايه بس هو الحقيقه انه لانه كلام من بدري قوي على الـ على الـ على فكره الـ 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 الاختراق وانه من بدري بيتقال انه في قرارات مش هتتنفذ فخلينا برضه عشان ما ندخلش في منطقه فيها رغي وهري كتير اعتقد ان لجنه الانضباط اتحاد الكره هيبقى واللجنه الخماسيه عندها رد على اللي حصل بجد انا نفسي والله العظيم اقول لك القرارات بسرعه تانية افكرك بيها ماشي كف كابتن رضا عبد العال مدير فني لبدايه المحله اربع مباريات وغرامه 50,000 جنيه
اللي ما بادر منه في حكم المباراه ايقاف مصطفى محمد المدير الاداري لفريق شركه اسيوط 10 مباريات وغرامه 50,000 جنيه، ايقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان مباراتين من غير غرامات، توبيخ كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره النادي الاهلي، منع رئيس نادي الزمالك من المشاركه في اي نشاط رياضي متعلق بكره القدم لمده 3 مباريات وغرامه 100,000 جنيه. تمام؟ ده الغرامات، ايقاف علاء الدين مصطفى 4 مباريات 50,000 جنيه، منع السيد فرج عامر رئيس نادي سموحه من المشاركه في اي نشاط رياضي يتعلق بكره القدم مباراه واحده وغرامه 50,000 جنيه. مستشار سيد البنداري او استاذ احمد رئيس اللجنه الانضباط باتحاد الكره قال ان العقوبات الموقعه من جانب اللجنه تكون نهائيه وفقا للائحه، وقال ايضا ان العقوبات او ان العقوبات لا تصدرها اللجنه نهائيه لانه يتم توقيعها بناء على مستندات موثقه وفيديوهات رسميه لا يمكن انكارها. الماده 30 من اللائحه بتفرق بين الانديه والاشخاص. الاشخاص الذين لا يطبقون العقوبه معرضين لعقوبه اخرى مماثله، يعني اللي هو زي ما انا قلت مضاعفه العقوبه، اما الانديه التي لا تمتثل للعقوبات فهي معرضه لعقوبه خصم النقاط ثم الهبوط للدرجه الادنى. يعني النادي معرض لخصم نقاط والشخص معرض لمضاعفه العقوبه زي ما انا قلت. فده معناه ان زي ما نقول الثلاثه هيبقوا 6 وال6 هيبقوا 12 وال12 هيبقوا 24 والبيض الاول ولا الكتكوت. طب وبعدين؟ لا ما نشوف. انا عارف بتكلم في ايه، انا بتكلم بجد والله العظيم يا جماعه من غير انتماءات ولا من غير اي حاجه، بتكلم في المصلحه. انا شكلي كلجنه بطبق القانون، انا لما بلاقي حد يخترق كلامي او بيقول او بيطلع لي لسانه من الاخر كده، يعني واحد بيطلع لي لسانه واعمل اللي انت عايزه، انا انت مش في دماغي اساسا، انا هروح اعمل اللي انا عايزه من الاخر، هتيجي تطبق بعد كده على اي حد هيقول لك طب ما كنت لما بكلمكم بالبلدي ما كنت اتشطرت على كذا، ما كنت عملت كذا، انت جاي تفرض عضلاتك عليا انا صح؟ ما هو هو ده بص ده اختيار، ده محك يعني، ده اختبار قوي لجنه الانضباط وهنشوف هتعمل ايه، لانه لو العقوبات ما اتطبقتش زي ما اتعملت اعتقد انه بعد كده ما حدش هي بالظبط خلاص بقى. انا بعد كده لما انا هيقولوا لي انت انت ميدو انت موقوف وانا اجي بعد كده انت تيجي تقول لك عويس انت موقوف، انا اروح جاي قاعد على الكرسي يلا يا ميدو عشان نطلع الهوا بقى وبعدين وقفني 4 حلقات وبعدين وقفني 8 حلقات، خليهم 8 بقى، خليهم 12، خليهم حلقة. بالظبط نقعد بقى ندور على الحلقات. انا مش عارف لغايه امتى هنفضل كده والله بجد. يعني احنا بلد كبيره وبلد محترمه وبلد عندها قانون وبلد عندها قاعده عريضه من الجماهير، عندنا اولادنا بيتفرجوا، عندنا اولادنا بيسمعوا، عندنا كل حاجه، يعني بلد كبير مصر، يعني مصر. بص الحقيقه انا اعتقد ان احنا في قناه الاهلي اكبر من ان احنا نتكلم على اللي بيحصل، لانه الحقيقه بقى ماسخ زي ما بيقولوا. احنا واجبنا ان احنا نتكلم عن القيم ونتكلم عن الالتزام ونتكلم، لان احنا اكبر مؤسسه ملتزمه في كل حاجه. ده حقيقي حاجة بس الحقيقه ان انت طول الوقت زي ما بيقولوا بتقدم في ملطه، فخلينا احنا في التزامنا وان احنا ماشيين في طريقنا الصحيح اللي احنا حسب قواعد مبادئ النادي الاهلي. وواجبنا كمان ان احنا نبقى في ظهر اتحاد الكوره، في ظهر اي حد يمسك اتحاد الكوره، ان احنا يبقى سند ليه. احنا دايما لما حد بيطلع قرار، فاكر السنه اللي فاتت لما قالوا الدوري هيمشي كذا وكذا وكذا، واحنا خرجنا قلنا احنا نلتزم بكلامكم. الالتزام بالكلام ده بيقويك انت قبل ما يقوينا انا. صحيح. ان انا بدعم موقفك. زي بالظبط موضوع الاستبداد. انت حطيت لائحه ودلوقتي عايز تغيرها عشان خاطر ده استبداد مش استبدال، في فرق بين يعني الاستبدال والاستبداد. يعني عايز تغير اللائحه عشان خاطر 2 لعيبه اتصابوا هنا وثلاث لعيبه، يعني الحقيقه كوميديا والله مسرحيه. ايه المكاسب من الاربع اهداف والثلاث نقاط غير الثلاث نقاط والاربع اهداف والمستوى اللي احنا شفناه الشوط الثاني غير المستوى اللي شفناه في الشوط الاول؟ التصدر الدوري 24 نقطه 8 من 8 شباك نظيفه، الاطمئنان على ان الاهلي في غيابات كتيره جدا مكمل زي ما هو، ما وقفش، عنده عدى مباراتين الاتحاد والاسماعيلي ورا بعض، عنده مباراه بلاتينيوم يوم السبت مهمه جدا وبعدين مصر المقصه. فكره حسم يعني حسم النقاط طول الوقت ان انت بتبعد عن المنافسين بفرق نقط كبير، قتل الطموح لدى المنافسين، يعني فكره قتل الطموح لدى المنافسين دي مهمه جدا. ليه؟ لانك هتبدا بعد كده تبدا بقى تتفرغ لدوري ابطال افريقيا بصوره كبيره، تبدا تريح لعيبتك المهمه، لان ضغط المباراه ده برده مزعج جدا، انت فقدت
مجموعه كبيره من نجومك، فهتبدا تريح عشان المباريات كتيره جدا. الاطمئنان على حاله سعد سمير، وان انت لما رامي غاب سعد عندك بديل كفء موجود. قالوا ديانج ثنائيه ديانج والسوليه اللي بدات اول مره تقريبا تبدا الموسم ده. حقيقه لا، مكاسب كتير، يعني مكاسب كتير الاهلي حققها. انت كان الاتحاد منافس مباشر، فانت كسبت ماتش بست نقط. لا يعني بالظبط الموضوع رائع. وفكره ان انت بقيت، انا طول الوقت بقول الكلام ده، انت بقيت حتى في أسوأ الظروف بتكسب وانت مريح. ده اللي كنت هساله لك. يعني انت بتكسب والله العظيم، ده اللي كنت هساله لك، بس مش بالطريقه دي. يعني السؤالي كان، انا هخليك تاخد نفسك، احنا هسالك السؤال ده وتجاوب عليه ونطلع فاصل يعني بعد اذن طبعا الاستاذ احمد برجاوي. لما يبقى عندك مدير فني كبير بيعرف يحررك، بيعرف يمدي لك ايده، انت كلاعب في الملعب بتبقى عايز حد يمدي لك ايده. لما تعمل كده وما تلاقيش حد، انت بتوع اكتر. ففايلر لما اتطرد مننا حد في النجم الساحلي لم الدنيا بسرعه، ده حقيقي. عمل كلم لعيبه، وجهت، احنا ما كناش بقى سامعين ولا شايفين، لكن حصل المنظر اللي انت شفته ده. مباراه الاتحاد كان فيها برضه تحول مفاجئ، كان فيها وقوع المستوى في الشوط الاول بدرجه كبيره جدا. الشوط الثاني ده المدير الفني الكبير بقى اللي هو ينزل، سيبك من الزعيق والكلام ده، فايلر مش انت بتقول الزعيق اللي هو بلغه الكلام التكتيكي بالظبط، اللي هو لا اللي هو انا هديكوا دش بس كوره بالظبط، لا اللي هو دش كوره، انا بوضح كلامي، انتوا فين بالزبط. يعني فين اللي انا قايله. فده دور المدير الفني لما يكون عندك مدير فني كبير جدا. لكن انت قبل كده شفنا، مش الاهلي، اي نادي، انت بتبقى عامل ايدك كده وروح. لا شفته في الاهلي يعني، برضه عشان برضه شفنا في الاهلي السنه اللي فاتت. هي الاهلي، هي اللعيبه، هي اللعيبه. يعني انت كان هم مش هم الاثنين، رمضان صبحي و يعني المباراه اللي احنا خسرنا فيها سان داونز، خسرنا فيها المباراه الكارثيه، انت ما لقيتش حد يمد ايده. طبعا يعني انت مش هم الاثنين، رمضان صبحي وحسين الشحات، هم اللي جابوا لعبوا على الاطراف بالظبط، هم اللي بيأدوا نفس الموسم بالظبط. الاثنين في بدايه الموسم جايبين 9 اهداف، السنه اللي فاتت ما عملوش نص ده بالزبط. لا الحقيقه مدير فني كبير، وفكره اعاده الخوف للمنافسين خلاص. احنا عندنا مرحله الخوف عندناها. انا يعني بقول لك، انا وانا قاعد يعني بتفرج، يعني نمسك الخشب وانا ما شاء الله دايما بقول ما شاء الله، وانا قاعد بتفرج سيد البلد عملنا فيه كده. طب انا هتعمل فيها ايه؟ كل خير. نطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجم اللي بيشرفني دايما الاستاذ احمد عويس. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي ليله، ومنورني ومشرفني الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس. اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك كابتن عبد الحميد. انت بارك للاهلي بقى في السوبر. الفوز 82 68 تمام. تقريبا تمام. فوز مهم لفريق السله، اللي هو محتاج يعني محتاج انه استعاده الثقه. هو في صفقات جديده المجلس الاداره عملها السنه دي، واتمنى ان هم يكملوا في دوري السوبر ويحققوا السنه دي، عشان محتاجين فرقه سله في الاهلي تفوق شويه. اكيد، وطبعا تكسب المنافس التقليدي ليك نادي الزمالك برضه طبعًا. حاجه كويسه طبعا جدا. ترفع طبعًا. معنوياتهم برضه حاجه طبعًا. كويسه جدا. طبعا الف مبروك لفريق السله الرجال 82 68 في دوري السوبر للمحترفين. الف مبروك، ودايما كده ان شاء الله في انتصارات. عندنا عايزين نتكلم عن دور الاجانب او اللاعب المحترف في الدوري المصري. في لعيبه عامله فرق في الدوري المصري، يعني في الاهلي اللعيبه الاجانب ما شاء الله متالقين، هو بس جيرالدو اللي لسه مش واخد فرصته بصوره كبيره، ولكن كان بادئ كويس. جونيور اجاي زي ما انت شايف بيلعب شويه راس حربه وشويه في الوسط، بيأدي اداء رائع. وليد ازارو بيسجل في اخر مباراتين، اخر مباراتين لعبهم بيسجل. اليو ديانج الدبابه ما شاء الله، يعني ما شاء الله. طمن جماهير النادي الاهلي كمان ان في طبعا علي معلول بعد العوده من الاصابه بيأدي اداء رائع، واحرز هدف امبارح بضربه جزاء على طريق جونينيو. الوقوف في الهواء شويه، ضربه الجزاء الراقصه زي ما بيقولوا. لا الاجانب في الاهلي مأدين اداء رائع. يعني لفت نظري اومد اوكري، ولكن اصيب لاعب اسوان، لاعب كويس جدا. جزيري في المقاولين لاعب كويس جدا. لا في لعيبه
موسيز مع المقصة، لا في مجموعة أفارقة هايلين في الدوري، وفرقين طبعا مع فرقهم، يعني كل اللعيبة عاملة شغل كويس مع الفرق. الجونة، الجونة والمستوى اللي قدمته الجونة في آخر مباراتين بعد سلسلة هزائم، رضا شحاتة المدير الفني اللي كان للجونة كسب ماتشين مهمين جدا، وبعدين نادر شوقي كان بص بقى جونة كان عنده كم بقى كام نقطة دلوقتي؟ طلع فوق، طلع في المركز ال 12. كان كام نقطة؟ كان أعتقد كان دلوقتي هو كام نقطة؟ أربع نقاط دلوقتي، 10 10 نقاط. ست نقط نقلوه من المركز الأخير للمركز ال 12. بالظبط بالظبط، ماتشين ورا بعض فوز، ماتشين جامدين جدا جدا، ففرقوا معاه جدا. صح. الجونة بص في مدربين ممكن يبقوا كويسين ولكن الكيمياء بتاعتهم ما بتمشيش مع الفرق. الجونة عنده مجموعه من اللاعبين رائعين هايلين وكلهم شباب صغير، ورضا شحات عارف يوظفهم كويس، وان هم يكسبوا بيراميدز هنا في الدفاع الجوي ده طبعًا انجاز طبعًا. رائع، ومش جول ولا اتنين، لا ده 3-2، يعني مش نتيجه قليله يعني. بالظبط. ولكن فكره الحفاظ على رضا شحاته، هو رضا شحاته كان مدرب مؤقت أدى مهمته بنجاح لحين الاستقرار على مدير فني، وهم استقروا على بيدرو بارني المدير الفني أو اللي كان مساعد مانويل جوزيه، وبيقال إنه مدرب كويس. هو كان ليه تجربة مع الإسماعيلي وما استمرتش لفترة طويلة، نتمنى إنه ينجح مع الجونة. الجونة فيها مجموعة من الشباب الرائعين، وفكرة الحفاظ على رضا شحاتة أنا معاها، وكنت أتمنى الإسماعيلي يعمل نفس اللي عمله الجونة. الإسماعيلي مع ادهم الاحضار تعادل مباراه وكسب مباراتين، كان نفسي يحافظوا برده على ادهم وما يخليهوش يواجه الاهلي والمقاولين عشان يخسر، وتبدا الناس تقول طب ما تمشوا ادهم يا جماعه، هو جاي كان جاي مهمه مؤقته، يعني هو كان جاي مدير فني مؤقت. بس ادهم ما شاء الله مدرب كويس جدا من زمان، كمان مدرب شغال مدرب كويس جدا وبيشتغل من هو صغير. بالظبط. لكن رضا لسه دي الفكرة، بس الفكره ان قماشه الاسماعيلي محتاجه كوتش، لا محتاجه لعيبه، مش محتاجه كوتش. الاسماعيلي عايز لعيبه. اوكي. اسماعيلي اداءه قدام الاهلي كان طفره، يعني كان انما شوف اداء الاسماعيلي قدام المقاولين امبارح، الحقيقه مش ده الاسماعيلي، ومش ده درويش افريقيا، ومش ده الاسماعيلي المنافس. طب بس انت شفت الطفره فين؟ الطفره انت قلت لي قدام الاهلي عمل طفره، ما هو اي فريق قدام الاهلي بيعمل طفره. ده هيبقى قلبي طيب، يبقى انت عندك، انا قصدي يبقى انت عندك. لا ما هو انت اللعيب امكانياته بتضربها في اتنين قدام الاهلي او الزمالك. طب ليه ما طلعهاش منه على طول؟ ما هو دي قدرات. دي الفكره، دي قدرات. ما زي لعيبه النادي الاهلي، احنا قبل ما يجي فايلر كانت في ناس كتير عايزه تمشي لعيبه كتير. لما جه فايلر احنا كنا بنشيل لعيبه، دلوقتي بنشيلها على كتافنا وبنهتف باسمائها عشان طلع منهم ده اللي بتكلم فيه. طلع وساعدهم بقدراته الفنيه. الاسماعيلي محتاج لعيب. اوكي. الاسماعيلي محتاج لعيبه لانه اداؤه امبارح الحقيقه قدام المقاولين مش الاسماعيلي خالص، مفيش جمله، يعني مفيش جمله ولا شيء، اعتماد على مهارة عبد الرحمن مجدي واللاعب العراقي همام طارق، مفيش أي يعني مفيش حاجة بتتعمل خالص، يعني مفيش الفرقة الحقيقة إمكانياتها محدودة. فكرة إن رضا شحاتة يفضل، حتى أنا كنت اتكلمت فيها كمان، ليه لأ؟ ما طالما الراجل كسبان ماتشين صعبين جدا، ليه لأ ما نديله الفرصة؟ لكن نادر شوقي لما سمعته أنا بصراحة اقتنعت بكلامه جدا. نادر شوقي استضافوه في أحد البرامج، يعني المراسل كان بيكلمه بعد المباراه، ليه ما تديش رضا؟ يعني ليه ما تدروش استمراريه وتبقى في ظهره وكده؟ قال لك انا مش عايز اخسره. صحيح. مش عايز اكسره. مش عايز احرقه. كانت مصطلحات في منتهى الثقافه. وهو رضا ادى المهمه، ادى المهمه اللي تم اسنادها ليه، وحقق اللي هم عايزينه، وحقق ست نقط ونقلهم، وخلى الفرقه واقفه على 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 طريق كويس مع بيدرو، ممكن تكمل. جميل قوي. ست نقاط. ست نقاط طبعا غاليه جدا طبعا، مهمه جدا طبعا، ومن فرق كبيره. يعني بيراميدز، وماتش اللي قبل بيراميدز كان مين؟ ما اعتقد كان طلائع باين يا جماعه، كان طلائع الجيش، مش كده؟ صفر. بعد ما كان كسبان الزمالك البيراميدز وبعدين طلائع. فطبعا نتائج رائعه، وفريق كسبان الزمالك كمان. طبعًا. يعني وعامل كان مباراه كبيره جدا في طارق يحيى، طبعا وراح خسر في الجونه من فرقات غريبه. فرقه الجونه اعتقد ان هي هتقدم مع بيدرو اداء رائع، لان عندهم الحقيقه عندهم امكانيات
عندهم مجموعه من اللعيبه الموهوبين. انا كنت اتكلمت كمان مع رضا شحاته لان في ناس كتير جدا مستغربه، طب ما تدوله بقى، ما الراجل بيكسب اهو. انا كنت اتكلمت معاه هو مقتنع بكلام نادر شوقي جدا، قال لي لا ده فعلا هو ده الصح. لا اصل هو رضا طلعوني اخد دورات. لا رضا مع حسام غالي، يعني حسام مقتنع بيه، انت عارف ان حسام كان جايب رضا معاه في اللجنه الفنيه في النادي الاهلي وخدوا معاه البونه ومع فضل. يعني لا هم مقتنعين بقدرات رضا شحاته من زمان، واعتقد ان رضا هيبقى من المدربين الواعدين، يعني هيكمل جنب عماد النحاس. هو رضا ذكي، رضا ذكي. لما انا كلمته كمان ايه انت في ايه انت عمال تكسب ازاي كده، قال لي والله ما بعمل حاجه، قال لي انا محافظ على شكلنا الفني، خلي بالك كان قبل كده، لكن انا شلت الضغط من على اللعيبه، اللعيبه اتحررت لهم بالظبط، اللعيبه اتحررت لهم مدخل ان احنا لازم نبقى في مكاننا. وانتوا في احمد حمدي تاني، في احمد ياسر ريان تاني، في تحرر كبير من اللعيبه، وادوا اداء رائع في المباراتين. انا شفت مباراه بيراميدز الحقيقه، ثنائيه احمد حمدي واحمد ياسر ريان متالقين بصوره مبهره. وخلينا نشوف عماد النحاس تاني، يعني لانه عماد النحاس كمان محتاجين نتكلم عليه، انه الحقيقه اداؤه ما شاء الله ماشي كويس وماشي في هدوء وبيحقق نتائج رائعه. حاجه جميله جدا. هو في المركز الثاني دلوقتي، المركز الثاني و 22 نقطه، خسران 8 نقط بس لحد دلوقتي، فماشي كويس. ما شاء الله. فنتمنى يعني انه بيكمل يعني نتمنى المشوار، يعني يطلع جيل جديد من المدربين زي عماد النحاس. اتمنى ان يبقى في 5-6 عماد النحاس. اختيار نادر شوقي لبيدرو تحديدا ايه اسبابه؟ اكيد شايف فيه قدرات مدرب كويس، اكيد شايف السي في بتاعه وشاف ادائه، وشاف اداؤه مع مانو الجوزيه، اكيد ممكن يكون مانو الجوزيه هو اللي رشحه. انا بتكلم عشان كده. انت لعبت معاه، انت قعدت شويه مع بيدرو، شايف انه، هل انت شايف انه هتحول بقى؟ لا اسال انا بسالك. انت اللي دربت تحت ايد بيدرو، يعني انت اشتغلت معاه شويه؟ انا بيدرو، لا انا بيدرو ما لحقتوش، انا اشتغلت مع مستر مانويل. مستر مانويل كان مع بيدرو طول الوقت؟ لا ما كانش معاه طول الوقت. ما كانش معاه طول الوقت، جابه بعد كده. جابه بعد كده؟ جابه بعد كده، كان معانا في فيدالجو. فيدالجو ايوه. بالظبط. كان مع فيدالجو الاول. لكن انا اتمرنت مع مانويل جوزي، يعني جوزي. اعتقد ان وايلر هيعمل هو في الاهلي في 8 عمل 8 فوز متتالي في موسم 2005 2006، نفس الرقم عمله فايلر مع الاهلي، ولكن الاهلي مع جوزيه دخل جاب 21 وجاب 2 اعتقد، مش عارف مش متاكد من الارقام يعني، بس اعتقد ان فايلر في 8 هو ارقامه اعلى. بص هو مانويل جوزيه، مستر مانويل جوزيه سر نجاحه في شخصيته، شخصيه اعتقد ان هي مش هتتكرر كتير. انا شايف انه فايلر برضو عنده يعني عنده الشخصيه دي، هو عنده فنياته كمان. فايلر فنياته كمان كبيره جدا، مع جزء من الشخصيه ده يديله نجاح كبير جدا. اعتقد انه بيمتلك شخصيه، اجاباته على اسئله الصحفيين في المؤتمرات الصحفيه بتقول انه بيمتلك شخصيه قويه جدا، وبيمتلك قدره على الحديث مع لعيبته بصوره مبهره، لانه امبارح احد الزملاء ساله على الاستبدال، رده في مدرب كان ممكن يقول انا مش موافق على الاستبدال، انا مش بتاعتي، انا ماليش فيه، انا ليا فرقتي والدكه والمباريات، والاستبدال ده بره الموضوع، انا ماليش فيه، روحوا اسالوا مجلس الاداره. هو دي حاجه، فالحقيقه انه عارف ادواته كويس ومسيطر على ادواته كويس، والحقيقه ان هو لا يعني انا طول الوقت يعني بكل حلقه هطلع هعتذر لفايلر على ان انا كنت احد اللي تخوفوا من قدومه للنادي الاهلي، لانه الحقيقه بيبهرنا يوم بعد يوم، واتمنى ان شاء الله انه يكمل كده، لان عندنا الاهم دوري ابطال افريقيا. احنا الدوري العام احنا خدناه برمضان صبحي وهو في ثانيه ثانوي، فاعتقد انه يعني الدوري العام كان في ثانيه ثانوي فعلا؟ كان في ثانيه ثانوي. كان في ثانيه ثانوي يعني لازم تدينا واحده كده، ده حقيقي والله، لازم تدينا واحده. كان رمضان صبحي في ثانيه ثانوي، يعني ده حقيقي، مش ما اقدرش، كان عنده 16 سنه، وكان مواليد 97 برضه. ما شاء الله، يعني لسه لحد دلوقتي مواليد 97. ما شاء الله. عايز تتكلم على عماد النحاس؟ طبعا الحقيقه انه عماد النحاس السنه اللي قبل فاتت مع اسوان، السنه اللي فاتت مسك المقاولين بعد كابتن محمد عوده، المقاولين كان مقدم، كان نتائجه مش مستقره خالص، بنهايه الدوري كان بينافس المصري على المركز الرابع وقدم اداء رائع، بدايه الموسم ده نتائج مبهره بسكواد مش غالي قوي، يعني ما جابش لعيبه جامده بس بالزبط. ولكن اعاد اكتشاف معروف يوسف، اعاد اكتشاف
جزيري زياد الجزيري، لعيبه كتيره جدا جدا عاد اكتشافهم، محمد طلعت. لا الحقيقه عمل تكوينه كده ما تعرفش هو عملها ازاي، يعني تكوينه محمد سمير، لا اللعيبه يعني اللعيبه دي كانت موجوده وكنا كلنا شايفينها. التركيبه اللي التركيبه اللي عملها عماد النحاس الحقيقه بتقدم اداء رائع. لعيب اللي هو كان في الزمالك المهاجم اللي جاب جول في الحرس في اخر دقيقه، محمد اسمه محمد ايه؟ محمد طلعت؟ لا محمد طلعت اهلاوي. لا لا اللي احرز هدف فوز المقاولين في الدقيقه 92 على حرس الحدود. انت لو سالتني على لعيب اهلاوي هقول لك هو مين على طول في ثانيه. اسمه محمد يعني زي شريف كده، لما اكيد هنتكلم على شريف في انبي حاجه محمد شريف طبعا حاجه وهميه. طبعا ما شاء الله ما شاء الله محمد شريف انا بحبه جدا جدا محمد شريف. وهو اعاره ان شاء الله هيرجع مكانه، ولكن هو برضو يعني لحد ما حد من الاعداد يقول لك مين محمد، احنا بنفتكر لعيبه بتوع الاهلي بس يا عبد. هفتكره ماشي. محمد شريف قال تصريح رائع، انا مستعد ارجع بيتي الاهلي في اي وقت، ولكن لما ارجع عايز العب. والحقيقه هو وهو بيتطور في انبي خليه يتطور كده في انبي، عشان لما يرجع الموسم الجاي يكون في مكانه المناسب في النادي الاهلي. والحقيقه محمد شريف عنده ميزه مهمه جدا يا ميدو، انه بيلعب رجليه اتنين. ما تعرفش هل انت يعني السؤال محافظ محمد شريف اشول ولا هو لا بيلعب رجليه اليمين بس بيلعب بالشمال برضه. انا طول الوقت حاسس انه اشول. لا بيلعب رجليه اليمين ودي ميزه كبيره في لعيب الكوره ان يبقى رجليه اتنين زي بعض. طبعا دي حاجه مهمه جدا يعني طبعا. يعني نجوم كبار جدا في الكوره رجليهم الاثنين، يعني ميسي يمينه مش زي شماله خالص، يعني ميسي ليونيل ميسي بقول لك طبعا شماله ب 10 يمين، بس ميسي نفسه عنده قدره رجله اليمين اقل بكتير. بالظبط. محمد شريف لا عنده قدره انه بيلعب رجليه اتنين زي بعض، ودي حاجه مهمه جدا للاعيب الكوره. كمان شريف من اللعيبه اللي انا بصراحه كنت زعلان عليها قوي، هي ماشيه من الاهلي، بس انت عارف انت بقى عندك لعيبه محمد سالم. محمد سالم انا كنت عمال ادور لك على اسم محمد سالم. محمد سالم كويس قوي طبعا عاد اكتشافه. فانا بقول لك هو عاد اكتشاف مجموعه من اللعيبه اللي هو ايه لعيبه كانت قربت تختفي تمام في انديتها، جابها وزي ما بيقولوا صنفرها وعاد اكتشافها وعمل تكوينه حلوه كده ماشي بيها كويس قوي. اتمنى ان عماد النحاس يكمل منافسه للنهايه. شايف امبي مع كابتن حلمي طولان ازاي؟ لا يعني امبي مع الكابتن حلمي طولان مسك امبي كان عنده نقطه بالظبط. النهارده كابتن حلمي طولان 13 نقطه يعني. لا كابتن حلمي بطل الدوري، هو الثاني مع الاهلي بقى لما من اول ما مسك. كابتن حلمي تعادل مباراه وكسب بقيه المباريات اللي لعبها. يعني كابتن حلمي عدى طولان وكسب بقيه المباريات ما شاء الله. يعني لعب 3 مباريات كسبهم. صح. فالحقيقه كابتن حلمي لا كابتن حلمي الحقيقه هو كان واخد انبي عنده 4 نقاط اعتقد. لا والعوده يعني كابتن حلمي المباراه اللي فاتت كان قدام دجله خسران 2-0 رجع وجاب جول واثنين وثلاثه. لا ده شيء كان قدام الزمالك فيه تقدم محمد شريف. قدام الزمالك اتقدم والزمالك رجع وبعدين جاب الجول الثاني في الدقيقه 92 الحقيقه. لا محمد حلمي شريف برضه محمد شريف كابتن حلمي ما شاء الله هداف الدوري ثاني هدافي الدوري بعد عبد الله السعيد. عبد الله 8 ومحمد شريف 7 والله. صح بس حاجه جميله قوي. لعيب مميز طبعا مختلف. التصريح كمان اللي عجبني جدا قال انا في كل مباراه انا ببقى متخيل الكابتن محمود خطيب قاعد فوق في المدرجات. سمعت التصريح ده؟ لا ما سمعتوش بس متخيل ان هو قاعد في المدرجات علشان ارجع نادي الاهلي. محمد شريف اهلاوي يعني محمد شريف واضح انه لعيب اهلاوي من اللعيبه اللي زي مشجع اهلاوي. مشجع زيه زي كهربا زي حسين زي رمضان زي اللعيبه اللي هي انت لو قلت لعيبه يعني اللعيبه الاهلاويه ممكن تلاقي في الزمالك لعيبه اهلاويه. انا اعرف في تيم الزمالك دلوقتي لعيبه اهلاويه. انا مش قصدي كده خالص. وانا قصدي كده. وبالمناسبه على فكره في نجوم كبار جدا لعبوا النادي الاهلي كانوا قبل ما يلعبوا النادي الاهلي كانوا زملكاويه، ولكن لما لعبوا النادي الاهلي تحولوا بقوا احد النجوم احد كبار الاهلاويه. وما تعرفش دلوقتي تتكلم معاهم في اهلي وزمالك. بص يعني. انا قلت مره الاهلي بدون ذكر اسماء يعني انا قلت مره الاهلي بيفرض حبه عليك. صحيح مش بمزاجك. صحيح والله العظيم يا عويس ما بمزاجك. انت بتدخل النادي الاهلي مهما كان بقى انتمائك ايه غصب عنك بتحب النادي حب مش طبيعي. طبعا وبتبقى مشجع مش درجه ثالثه ولا درجه 50. لما تتولد اهلاوي كده وفي بيت اهلاوي وبتاع وطالع كل البيت اهلاويه واخواتك اهلاويه والعيله كلها اهلاويه دي حاجه والله حاجة أنا لطيفة والله يعني. انا كده يعني أنا تحديدا كدا. انا تحديدا لقيت الحته دي لان انا درستها شويه. في ناس اتولدوا
وللاسف الشديد يعني للاسف الشديد مش عايز بقى مش عايزين ندخل في القصه دي لكن مش هي نتكلم في الاعراض الحب سبحان الله لا يعني انا والدي واخواتي يعني العائله كلها بالكامل احلى حاجه يعني احلى حاجه ما شفت يعني ما ظهرش قدامي. مين من الفرق في الدوري اللي لفت نظرك قوي؟ مين الفرق اللي انت كنت متوقع لها اداء مستوى احسن لغايه دلوقتي يعني ولقيتها لا دي راحه تحت خالص؟ لفت نظر طبعا الاتحاد السكندري والمقاولين. اوكي. الاتحاد السكندري اداؤه رائع مع كابتن طلعت. الاتحاد السكندري لحد مباراه الاهلي في 9 مباريات دخل فيه 5 اهداف. فانت يعني شيل ماتش امبارح وهتلاقيه ماشي كويس جدا. المقاولين طبعا ماشي كويس جدا. الفريق المفاجئ بالنسبه لي لحد مباراه اخر مباراتين مع رضا شحاته كان الجونه. كنت متوقع يقدم اداء اعلى من كده. المفاجاه بقى بالنسبه لي المفاجاه الكامله هو مصر المقاصه طبعا. يعني مصر المقاصه هو المفاجاه الكامله لان مصر المقاصه بدايه تصريحات كابتن احمد حسام واللي هو محمد عبد السلام قبل الدوري ان هم هينافسوا على الدوري. الحقيقه نتائج واضح انه كيميا مش ماشي، يعني واضح انه في حاجه يعني في حاجه لانه هو مين تولى مسؤوليتي قبل المقصه؟ تولى الاسماعيلي، تولى الزمالك. هو عمل نتائج رائعه مع الوحده السعودي، يعني مع الوحده السعودي كان عامل اداء رائع. اوكي. في مصر اعتقد الزمالك والاسماعيلي والمقصه. ممكن يكون عايز يطبق في دجله على فكره. مع دجله عمل كان عامل اداء كويس قوي. طب ايه اللي حصل؟ لا هو واضح انه كيميا مش ماشيه خالص مع المقص. طب والاسماعيلي والزمالك؟ الاسماعيلي سابه تقريبا عشان الزمالك، انا مش فاكر بالظبط الهيستوري بتاع ميدو التدريبي. ممكن نتكلم عليه المره اللي جايه، ولكن هو مع الزمالك حقق كاس مصر، كان اصغر مدير فني حقق بطوله كاس مصر. في الدوري لا ما حققش النتائج اللي كانت على مستوى طموح نادي الزمالك. بس هو مع المقص اعتقد انه ده اسوأ سجل تدريبي لميدو. اعتقد انه ما حصلش معاه كل اللي بيحصل ده خالص يعني. 9 نقط في 10 مباريات لا. ميدو الحقيقه من الناس اللي انا بحبها في الكوره، ولكن واضح انه مش موفق. بيراميدز المركز السابع لاعب 9 مباريات عنده 13 نقطه. بيراميدز مع دي صبر اداء مخيب جدا، مع ان احنا كنا متخيلين ان دي صبر هيكسر الدنيا. هو دي صبر كسر الدنيا في افريقيا. يعني 8 مباريات في افريقيا لعبهم لم يهزم. اوكي. تعادل مباراه وكسب 7 مباريات، تصدر مجموعته بست نقط. ممكن يكون مركز في افريقيا اكتر في الدوري. تحس الفرقه بتيجي الدوري تتحول. يعني بييجوا يلعبوا في الدوري يتحولوا. يعني بيراميدز في افريقيا محقق نتائج، متصدر مجموعته هو المصري الاثنين 6 نقط. واعتقد ان هم ضمنوا الوصول لدور الثمانيه، ولكن في الدوري ممكن يكون بيفكر ان انا اخد بطوله. الدوري كده كده مش هياخد، واخد بطوله في افريقيا كتف في تاريخه انه اخد اول بطوله لبيراميدز. لا ما هو عارف ان الدوري كان يعني نتائج الدوري سوء، نتائج في الدوري هيمشيه يعني. معقولة؟ طبعا. ولا هم ممكن يكونوا متفقين انه ياخد افريقيا؟ طب ما هو مشي افريقيا برضه. طب ما هو مشي، انا بقول لك قبل ما يمشي. هو قبل ما يمشي كانوا متفقين مثلا انه ياخد افريقيا. بس كابتن عبد العزيز عبد الشافي ومدير فني كبير كنت متوقع انه يمشي. طبعا. طبعا. حتى لو كان عامل نتائج في افريقيا ما تشفعلوش. لا ما فيش. هو بس انت كده كده مش هتاخد دوري يعني. بس هو نتائج كانت وحشه قوي في الدوري يعني. بس انا انت من 9 ماتشات واخد 13 نقطه تقريبا. يعني خسران اكتر من 50% من نقطك، خسران 14 نقطه. اعتقد الفريق ثمنه اكتر من مليار ونص. عامل كتير صفقات جداً. كتيره جدا، عنده لعيبه كمان، وعنده لعيبه الدنيا في كل حاجه. حتى اللعيبه جايب صفقات من اكتر الفرق جابت صفقات قويه السنه دي. بالظبط. فما اعتقدش ارقام مهوله اساسا دفعت قبل كده كمان. لا والارقام مهوله دفعت السنه دي. بس الحقيقه في كمان يعني في لعيبه يعني تم ضمها البيراميدز بدون ذكر اسماء عشان ما يبقاش وكاننا بنهاجم اسامي معينه. انا نفسي عندي علامات استفهام هي انضمت ليه لبيراميدز. يعني الحقيقه انت عندك مهاجمين، عندك مهاجم قوي جدا اسمه احمد علي، وعندك مهاجم قوي جدا اسمه جون انتوي. في مهاجمين انضموا تانيين ما اعرفش هم انضموا ليه يعني. فالحقيقه كان عليهم علامات استفهام. طب ايه اللي حصل؟ مع انه مدرب كويس وكان عامل نتائج كويسه جدا مع الاسماعيلي، كان عامل نتائج كويسه جدا مع كان ماسك منتخب ايه؟ كان ماسك منتخب اوغندا. انت مدرب عارف ان انت هتمشي. وهو الحقيقه برضه عمل حاجات غريبه جدا. يعني انت بتبدا مباراه الزمالك وانت جنبك على الدكه جون انتوي وعبد الله السعيد، وبتلعب بمحمد بلعب وسط مهاجم، بتلعب براس حربة فاروق محمد فاروق بتلعب بفاروق راس حربة ليه؟
انت عندك جون انتوي مهاجم رائع قاعد جنبك على الدكه يعني كان تشكيل غريب. طب انا السؤال اللي بساله اللي سالته لك انا كمدير فني ماشي ممكن اخد افريقيا ماشي فيها كويس قوي وانا الدوري كده كده مش هاخده يعني انا كده كده حتى أه بس ما هاخد افريقيا وبعد اربع خمس بطولة انافس على هبوط؟ لا مش هتنافس على هبوط خالص استحاله كان ينافس على هبوط. ماتش كمان سبعة. ماتش كمان لو خسر ماتش هو دلوقتي تعادل مع المصري هو كان 12 نقطه ماتشين كمان ولو فضل بال 12 نقطه دول كان بينافس على الهبوط. فانا فريق بالقيمه الماليه دي ونفس على الهبوط لا طبعا ما ينفعش فالحقيقه انه الموضوع صعب جدا فكان قرار هو قرار رحيله كان يعني كان في المطبخ بقاله فتره طويله يعني بقالهم فتره طويله بيتكلموا على رحيل دي صبر رحيل دي صبر والحقيقه ان في انديه مصريه بتفوت دي صبر يعني غريب جدا مدرب كويس بصراحه مدرب كويس يعني اللي شفناه منه كان مدرب كويس ما هو انت مدرب خسران وماشي بسبب خسائر تفاوضه ازاي زي بالظبط كده ما مدير فني يمشي من فريق ده بقى في الدوري شفت بقى شفت انا انت فهمت ازاي السؤال مدير فني لا ما بيمشيش يبقى منزل فرق منزل عشان تعبيري بقى ادق وتلاقيه مسك فرقه ثانيه وينزلها في الدوري يعني ينزلها. خسران سبع ماتشات مع الفرقه دي وبعدين يروح رايح خسران سبع ماتشات مع الفرقه دي وبعدين يروح خسران بينزل انا عارف وبيرجع يمسك فرقه ينزلها وبعد كده يرجع عادي لا وفي الدوري يعني عادي جدا في الدوري الحقيقه لا يعني ما انا مش يعني مش يعني حتى في وسط الكلام كان طلعت اخبار بتقول عن مفاوضات بيراميدز مع كابتن ايهاب جلال. اوكي كابتن ايهاب جلال اولا بيدرب نادي المصري وعلى قوه نادي المصري. كابتن ايهاب جلال كان عنده ثلاث مباريات متتاليه المصري مع بيراميدز لعبوا ماتش الدوري وتعادلوا عندهم ماتشين في الكونفدراليه ورا بعض. ف سواء المفاوضات حقيقيه ومش حقيقيه ما ينفعش خبر يطلع يعني ما ينفعش يبقى في تفكير اصلا ما ينفعش يعدي لا على دماغ اداره بيراميدز ولا على دماغ كابتن ايهاب جلال انه يتفاوضوا مع بعض ما ينفعش يتفاوضوا مع بعض اصلا يعني حتى في احترام كره القدم لنفسها او احترام المدير الفني لنفسه ده ما يحصلش ما ينفعش يعني حتى لو المصري يعني فرضا المصري قرر يقيل ايهاب جلال بسبب سوء النتائج الانتاج المصري مش على مستوى طموح ادارته تمام ما ينفعش ايهاب جلال في التوقيت ده يروح يدرب بيراميدز غريبه برضو يستنى الماتشين وبعدين يروح يدرب بيراميدز بعد كده برضو الكابتن ايهاب جلال السنه دي مختلف شويه يعني كابتن ايهاب جلال بعد طموح كبير جدا مصر. وخلينا نقول هو اللي رفض يعني ايهاب جلال هو رفض بعد ان هم عايزين يفرضوا عليه اسماء بالظبط فرفض فيعني لكن هو ما رفضش تدريب منتخب مصر رفض لانه الجهاز رفض التدخل كان عايز يجيب الجهاز بتاعه عشان دي تفرق كتير والحقيقه كان قرار طبعا قرار رائع كل الاحترام والتقدير فبعد ان انت كنت هتبقى المدير ما بيحصل دلوقتي مع كابتن حسام دلوقتي عايز يمشي ناس وانا مش والكابتن ايهاب جلال على فكره ماشي كويس جدا في افريقيا برضه يعني محقق فوزين متصدر المجموعه والله ممكن يا استاذ احمد ان يكون الفكر كده ان انا يعني مركز شويه في افريقيا انا الدوري كده بس بسبع نقط المصري سبع نقط تقريبا كده المصري اقول لك المصري 8 نقط يعني المركز هتلاقيه 13 او 14 ال 13 المصري 13 فالمصري لا مش مركز اللي هو الرسم 8 نقاط بس لاعب 8 مباريات بس متأجله يعني الاهلي لو كسب المباراتين هيبقى لا في ماتش مش هيكسبه ان شاء الله مين الاهلي لا بعيد عن الاهلي ما هو متأجله الاهلي وماتش اللي هيلعبه في الدوري بكره ازاي انا قلت كده لو كسب بعد كده يعني لو كسب ماتش بكره هيبقى مثلا 11 نقطه عارف ال 11 نقطه انا تطوق اربع مراكز بس اربع بس مراكز في المنطقه ده اللي هي منطقه الخطوره يعني الدافئه لا مفيش دافئه كله في الدافئه دلوقتي بلاش منطقه الدافئه دي كله في منطقه مش عايزين نتكلم عن منطقه الدافئه دي طبعا مش عايزين نتكلم عن منطقه الدافئه منطقه الدافئه ماشي عندنا لسه عندنا الاهلي في افريقيا ده الاهلي بلاتينيوم ان شاء الله يوم السبت ماتش بلاتينيوم يوم السبت مباراه مهمه جدا ست نقط بتوع بلاتينيوم دول يعني ما ينفعش نهزر فيهم يعني الست نقط رايح جاي دول مهمين جدا لان هيقربوا الاهلي بشكل كبير من الصعود وهتبقى النجم الساحلي هيجي لك هنا ان شاء الله يعني مباراه حسم صداره المجموعه ونقدر نخلص مباراه النجم عشان نبقى خلاص بقى نستقر نبدا بقى ندخل في مباراه البلاي اوف اللي هي هتبقى صعبه جدا مباراه الذهاب والعوده اللي هي بدايه انا وجهه نظري البدايه الحقيقيه لدوري ابطال افريقيا مباراه الدور الثمانيه يا رب يا رب
ان شاء الله يا رب ان شاء الله واحده واحده نكون رجع لنا اتظلمنا كتير في البطوله دي رجع لنا رمضان ان شاء الله ان شاء الله مع بدايه كل النجوم تبقى رجع باذن الله لا مش كله حمدي ومحمد محمود مش هيكونوا رجعوا انا قصدي اللي هم رجلهم في الملعب الايام رمضان في رمضان بس هو رمضان اللي عندنا استنى خلاص الباقيين 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 في الملعب يعني لما هو رمضان اتمنى ان هو باذن الله ان شاء الله ان شاء الله عدى اسبوع عدى 10 ايام من الشهر ونص الشهر فيعني 3 4 مباريات تانيين وان شاء الله رمضان يلحق مباراه البلاي اوف باذن الله باذن الله كلنا متفائلين او يلحق ماتش النجم باذن الله كلنا متفائلين ومتوسمين خير جدا في الفرقه السنه دي في افريقيا تحديدا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خلاص عايز تتكلم على حاجه تانية في المنتخب احنا اتكلمنا من فيه كفايه في الاول عايز تتكلم على حاجه تانية تصريحات احنا لا انا اتمنى ان كابتن حسام البدري يركز صوب تماما يعني يركز, فيها. يركز 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 يعني يقعد يركز كده شويه يعني لانه الموضوع مش سهل مباراتي توجو الموضوع مش سهل وما ينفعش يعني نرمي اعباءنا على حاجه يعني ما ينفعش عندنا شماعات عندنا خالص. عندنا خالص. بدايه تصفيات كاس العالم هتبدا اول مباراتين في مارس دول هيحددوا بشكل كبير شكل المنافسه لان احنا اربع فرق في المجموعه صعود الاول بس عشان يطلع 10 فرق يلعبوا بلاي اوف رايح جاي فنتمنى الكابتن حسام بقى يبقى مركز شويه وركز شويه يعني في المنتخب باذن الله ان شاء الله محمد صلاح ساديو ماني ومحرز شايف مين الاقرب عايز ترتيب ولا عايز ماشي براحتك ساديو ماني محمد صلاح رياض محرز اوعى تقول كده احنا بنتكلم بموضوع احترافيه موضوعيه محمد صلاح السنه اللي فاتت خد احسن لاعب من ساديو ماني والحفله كانت بتتعمل في داكار في السنغال فواضح انه هيلاقيها تتقلب الحفله السنه اللي هتتعمل في الغردقه وساديو ماني هياخد ولكن اتمنى طبعا ان صلاح يفوز بها المره الثالثه على التوالي في انجاز اعتقد انه هياخد وقت طويل عشان يتكرر تاني يعني انت بتقول ساديو وصلاح ومحرز هو اصل ساديو وصلاح ماشيين تقريبا على نفس التراك ساديو بس عالي عن صلاح في كاس الامم ساديو لعب نهائي صلاح ما لعبش نهائي انما هم نفس التراك واخدين دوري ابطال اوروبا مع بعض واخدين كاس العالم للانديه مع بعض هدافين الدوري الانجليزي مع بعض واخدين السوبر الاوروبي مع بعض ماشيين يعني كتف بكتف اخوات يعني في كل الانجازات ولكن ساديو ماني عالي على صلاح انه ساديو لعب نهائي كاس الامم الافريقيه هنا وصلاح خرج من دور ال 16 في المفاجاه اللي هي بالخروج امام جنوب افريقيا ولكن انجازات متساويه تماما بين الاثنين ماشي هنشوف ان شاء الله يدور صلاح ان شاء الله ان شاء الله احنا كمصريين اتمنى طبعا اتمنى لكن احترافيا ماشي واتمنى ان طارق حامد ياخد افضل لاعب داخل القاره لان طارق لعيب مجتهد وفي الاخر لعيب مصري ماشي عايز تقول حاجة تانية قبل ما نقفل؟ لا شكرا الزمالك والإنتاج الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0 ما شفناش الماتش فما اقدرش أعلق على نتيجة الماتش ولكن هم متوقع إيه؟ ما أعرفش يعني ما عنديش يقين لإيه ولكن الفرقتين 14 نقطة فالمستوى متقارب يعني بشكرك شكرا جزيلا ودايما متألق كالعاده شكرا يا كابتن ميدو وسعيدنا انك كنت موجود معاك النهارده وانا أنا جاي أسعد والله. جاي من يعني السفر يعني شعر شاب زي ما قلت لك على الدائري يعني بلاد تشيلني ولاد تحطني وايام تخلص وايام تيجي الحقيقه انه ركوب الدائري ده زي ركوب الطياره كده ما تعرفش هتوصل امتى هتقول لي ده في حاجات كتير جدا الحمد لله نورت وشرفت نجم شكرا يا كابتن اشوفك على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي الثلاث اللي جاي ان شاء الله باذن الله دي كانت فقرتنا مع المتألق دائما الأستاذ أحمد عويس الناقد الرياضي الكبير بعد الفاصل هيكون معاكم زميل العزيز محمد سعيد ومعايا ضيفنا العزيز كابتن أيمن دجيش أشوفكم بكرة على ألف خير ومع ألف سلامة